مرحبا بكم في وصفات مع اسماء. كي راكم دايرين مع هذا الحمان والسخانه، بغيت اليوم نتقاسم معكم وصفه البقلاوه. راني كيلت هنايا الفرينه، راني غربلتها، راني حطيت ربع كيلات تاع الفرينه، نفس الكيله اللي كيلت بها الفرينه اللي كيلت بها السمن والدهان، ذوبتهم وراهم باردين، راهم بداو يعاودوا يجمدوا لي. هذه هي اللي كيلت بها الفرينه، اللي كيلت بها السمن، ما تكيلوش بحاجه وتعاودوا ديروا السمن في حاجه واحده اخرى. وفي هذه الوصفه تاعنا تطلب غير حبه تاع البيض، غادي نحطها هنايا، نحطوا السمن تاعنا. فوالا هذه الفرينه كما قلت لكم انا غربلتها، نحطوا معها هذاك السمن تاعنا والدهان. راكم تشوفوا الدهان ها هو راه دايب، ان شاء الله غير تكون واضحه. بسم الله، هاد العجينه لازم نخدموها على بكري، لانها مادامها تريح مادام مليح. انا رايحه ان شاء الله غير نعجنها ونلمها، غادي نحطها تريح نخدمها حتى في الليل. في الليل ان شاء الله غادي تدي وقت في الراحه. نبسس مليح هذيك الدهان والسمن. السمن لازم في البقلاوه ماشي كيما القريوش. القريوش انا نستعمل فيه غير الدهان، والوصفه راهي في القناه تاع القريوش. نحط مغرف صغيره تاع لافاني، ها هي المغرف تاعي، ان شاء الله نبسوها مليح. راني بسستها مليح مليح، دخلت فيها هذاك السمن وهذاك الدهان دايب وهذيك الحبه تاع البيض. ها هما راهي مبسه مليح، راني نحس في يدي بلي الفرينه راهي دخلتها مليح هذاك السائل تاعنا. راح دروك نلمو العجينه تاعنا، نلموها هنايا راني موجده شويه تاع الماء، لكن نزيدو معها شويه تاع المزهر. المزهر هذا هو، شوفوا نزيدو كميه تقريبا 3 مغارف، نخلطهم مليح ونلم العجينه تاعي غير بشويه، ما نديرش الماء كاع على ضربه، نخاف لا تكون جاريه ولا خاصني الماء في العجينه تاعي. الا لاحظتوا العجينه تاعكم خاصها الماء، تعاودوا نفس العمليه، شويه ماء مع شويه مزهر. راني لميت العجينه تاعي، شوفوا كيفاش راهي قاعده طريه، ها هي لا راهي قاعده طريه، ما نبغيش انا نقصح العجائن تاوعي. ها هي شوفوا دوك راح نلمها، انا ما عجنتها ما والو. هذه هي الحاجه المليحه في البقلاوه، ما نعجنوش العجين تاعها مع هذا الحمان ما نحكي لكمش. راح نلمها في الفيم اليمونتير، وهي شهيه تطلب اكثر وقت ممكن في الراحه تاعها. هنا راه قريب 2 كيلو، يعني في المكسرات دائما نحطوا نفس الوزن. انا اليوم راه عندي الكاوكاو قليته، ان شاء الله بنتي راح تساعدني اليوم، راح بايت تطحن معايا الكاوكاو، راح نطحنوه خفيف ماشي الحبات يبانوا كبار، راح نهنشوه صغير، وراح ان شاء الله حتى في الليل نكملوا الوصفه. نخليكم على خير، السلام عليكم من جديد. راه فات وقت طويل بالبزاف، راهينا مور العيشة، ريحت العجينه تاعي في هذا الفيلم اليمونتير، شوفوا كيفاش طلقت لي دم تاعها وطلقت كاع فيه، راه خرج عاودت كاع هذاك الزبده والسمن عاود كاع طلقوا لي مليح، يعني راهي مليحه وغادي تسعفني. راح دروك شنو نديرو، غادي نقطعوها الى 12 كويره صغيره، نعاود نغطوها في الفيلم اليمونتير، غادي نقطعهم 6 كويرات نعاود نرجع لكم. ها هما 12 الكويره تاعي، غادي نعاود نغطيهم لو طون غير نوجدو مع بعض الكوكاو تاعنا ونبداو نخدمو. يحلو العجائن تاعنا وحده بوحده، نحطو 6 لتحت ونعاودو نحطو المكسره تاعنا ونحطو 6 ثاني من الفوق. هذه راح نخليها على جنب، راح نوريكم الكوكاو تاعي. ها هو لا هذا اون فان كونت الزوج تاعي هو اللي طحنه،
هو اللي طحني ساعدني. شوفوا كيفاش النتيجه تاع الكوكاو تاعنا لازم يكون. راه طحناه لي بالهادي مانويل، ما طحناهش بالروبو. شكرا ليه، راه ساعدني بالقوه. راه طحن لي زوج تاع الكيلو، وخلينا كميه باش نحطوها في البقلاوه تاعنا من الفوق قبل ما ندخلها الطيب. ها هي نخلو غير كميه قليله. وكيفاش راح نسمو الكوكاو تاعنا؟ راح نحطو على الطريقه التقليديه تاع هي يديروها مواتنا ونعرفوها كاع. راح نديرو ربعه تاع الكيله تاع الكوكاو، ان شاء الله راكم تشوفوا مليح. نديرو ربعه كيله تاع كوكاو، نحاولوا نفرقوهم يكونوا كيف كيف. وفي الوسط نديرو عبر واحد تاع السكر، يعني هذا عبر وهذا عبر وهذا عبر وهذا عبر. نديرو في ربعة عبر تاع السكر تاع كوكاو، راح نديرو عبر واحد تاع السكر هكا باش ما تجيناش البقلاوة تاعنا الحشو تاعها يابس. فوالا عبر واحد في ربعة عبر تاع الكوكاو. راح نخلطهم، نخلطهم مليح مليح. وهذا هو الصينية اللي راح ندير فيه البقلاوة تاعي. علاش راني نخلط فيه؟ باش نعرف باش ما تجينيش طالعه بالبزاف، باش نعرف القياس تاع السني تاعي مع الكوكاو. كيما قلت لكم قبيله في النهار زوج كيلو تاع الفارينه نستعملوا لها نفس الوزن في المكسرات تاعي وما في العسل. العسل تاني راح نستعمل ان شاء الله زوج كيلو. راح نضيف لهذا الخليط تاعي مغرف تاع قرفه، مغرف تاع القهوه تاع قرفه عمرتها مليح، وكشور تاع الليم، كشور تاع الليم. راني خلطت مليح الكوكاو تاعي مع داك السكر وداك القرفه. لازم نوجدوها مع كي نبغوا نسرحوا العجينه، ماشي نوجدوها في النهار. انا وجدتها امامكم هكا باش تعرفوا باللي الكوكاو ولا اللوز ولا المهم المكسرات تاع البقلاوه ما لازمش توجد على بكري. دائما قبل ما نحلوا العجينه انا نوجدوه. وراني شوفوا كيفاش راني هكا قضيتها مع السني تاعه اللي غادي يطيب فيه البقلاوه، باش نعرف الا راني نيشان في النيفو تاع المكسرات. راكم تشوفوا انا غادي ندخل صبعي باش نعرف. ها هي فوالا، راه غير هنا حتى عند الخط تاع صبعي، يعني راني نيشان ما كثرتش الحشو تاعي وما راه شقلي. دروك راح نزيد له الماء زهر، راح نزيد له غير الماء زهر ونخلطوه مليح مليح. عاد باش نبدو نحلو العجين تاعنا. بسم الله، لازم يجينا كيما شغل رانا نشمخو في الطعام تاعنا باش نفوروه، ما لازمش يجي يتكور لي، يقعد غير مبسس غير مبسه. نجمع قاع هادو مع بعضاهم. الكوشه مازال ما نشعلوهاش، البقلاوه تاعنا ما خصهاش الفرن يكون حامي. كي نبغوا ندخلوها على الاقل 5 دقائق تكون شاعله على نار متوسطه، وراح تدي لي في الطياب حوالي 45 دقيقه. راني ندوب في شويه ثاني شويه دهان وشويه سمن باش نطلب بها العجين تاعنا مليح مليح. لازم ما بين طبقه وطبقه لازم نديروا كميه معتبره من خليط السمن مع الدهان. نزيد غير شويه تاع الماء زهر. انا درت تقريبا نص كاس تاع الماء تاع الماء زهر. صايره بزاف عليها، انا ما نحطش فيها الدهان دايب بيسكو داخل العجينه تاعي راني غادي نكثر الدهان والسمن. يتكلم غير بالماء زهر. حاجه مهمه قبل ما نحطوا العجينه تاعنا ونحلوها بالوراق، حاجه تري امبورطونط هي نحن نمسحوا البلون طرافاي تاعنا من البقايا تاع المكسرات. بغيت نوريكم. ها شوفوا راه بقى لي شويه تاع المكسرات. باش ما تقطعليش العجينه تاعي لازم نمسحها مليح مليح. هذه مرحله مهمه جدا. والعجينه تاعي راح نحط لها المايزينا، ما نحطلهاش الفارينه. لازم المايزينا تكون بكميه باش تجي هذاك الفويطاج يجينا باين.
فوالا نبدا بالعجينه الاولى اللي حنحلوها. انا غسلت هذاك السني تاعي اللي كان فيه الكوكي وغسلته مليح ونشفته لخاطرش هو اللي غادي نحطو فيه العجينه تاعي. راهي نشف باش من بعد هو في الاول توجور نحطو له هو الاول الزيت ولا وفان الدهان ولا والسمن. نحلوها تكون رقيقه نديرو الماكسيموم تاعنا باش نرقوها مع المازينه. راح تساعدني بالبزاف وهذاك الوقت اللي ريحت فيه العجينه تاعي راهي تساعدني ما راهيش هي لقناها غير شويه المساعفه والصبر. البقلاوه هذه راهي رايحه لواحد العروسه ان شاء الله ربي يسخر لها وعقوبة لافراحكم ان شاء الله في كل البيوت يا رب ان شاء الله. انا درت لها ثاني معها شويه تاع القريوش كما قلت لكم قبيله القريوش في القناه هو اللي افتتحت به القناه تاعي. نحلو العجينه مليح مليح كما هكا نديرو في 12 كويره لازم كاع نحلوهم على نيفو واحد رقيقه بالبزاف وعلى المايزينا ونمشوا معاها الوراق. نوجد السمن تاعي والزبده نعاود نرجع لكم. راني جبت السني تاعي لازم نحطوا له كميه لاباس بها من الزبده والسمن. السني هو الاول اللي نديروا فيه هذا الخليط هكا باش نعرفوا بلي العجينه تاعي ان شاء الله كي طيب ما تغبنيش كي نبغي نقسمها. كاين لي دي فوا الطبقه السفليه تبقى لاصقه في السني تخسر لنا كاع البقلاوه تاعنا، يعني لازم نحطوا كميه مليحه لاباس بها. نحطوا العجينه تاعنا الاولى بسم الله نحطوا غير بالعقل. نحطوا لي بوغ تاعنا نطلعوهم لازم يكونوا طالعين في السني معليش الا كانت مقطعه من جهه. غادي نعاود نبلع عليها بالعجينه اللي فوقها. بصح المهم لازم نطلع العجينه من الفوق كما راكم تشوفوا. ها هذه غادي نعاود نسقمها فوالا. ونوجدوا معنا كيوردون باش هذوك الفقاعات كي نكملوا الطبقات الا كانت قبل ما نحطوا الحشو الا كانوا طبقات فيهم شويه لي بولدور نقلعوهم هذاك الكيوردون. راح ندير لها كميه ثاني مليحه تاع السمن. راح نكمل هذه العمليه على 6 طبقات لكن الطبقه الاخيره السادسه ما راحش نحط فوقها السمن كي من هكا غادي نحط فوقها الحشو ما نديولهاش السمن. نحطو مليح في الجناب الجناب علاه نهودوهم في السنين نخلوهم طالعين هكا مليح خاطرش في الطياب راح لاباط تاعي راح تجبد كي راح تجبد ما لازمناش نخلو لها هذاك الخوا سينو راح قاع تتكمش لي. راح نزيد الطبقه الثانيه نحلها ونشوفوها مع بعض. حليت العجينه تاعي الزوجه وراح نبدا بهذه اللي تحلت لي هكا باش العجينه ما تقلقنيش. ايوا هذه هي هكا باش ما تقعدش فيها الاسباس قاعد تتقطع العجينه ما نخافوش. ها هي راني خدمتها دروك نسقدو مليح لي بوغ. راح
نكمل هذه المرحله ان شاء الله على 6 طبقات، كل طبقه ندير لها السمن والزبده. راه الليل ومازال راه الحمام، على بها العجينه تاعي راهي حساسه، الحمام راه يخليها طيبه بالبزاف. ندير لها هذاك السمن، ها هو ندير لها السمن، لازم نكثروا في كل طبقات، لازم نكثروا السمن تاعنا راح نكمل ان شاء الله، وكي تجي في المكسرات راح نرجع لكم. كملت 6 طبقات الاولى توعي في البقلاوه تاعنا، راكم تشوفوا هادو لي بولدي غادي ندير لهم بالكوردون كيما هكا، نخرجوا كاع الهواء قبل ما نحطوا الحشو تاعنا كيما هكا، ما كاع يخرج لي الهواء تاعي. داك راح نحط هذيك الحشو تاعي تاع الكوكاو، راني خليت الحواف راكم تشوفوا جبت كاع العجائن السته جبتهم على السلي، من ما يلقش نخبزوا الكوكاو، ما يلقش ندركوا عليه بيدينا، غير بشويه نحاولوا نديروهم كاع على مستوى واحد. وكي نقينا البلان طرافاي تاعنا العجينه تاعي ما تخليهاش هذاك الكوكاو ما قطعهاليش، فوالا قالت لي مبسه كيما قلت لكم قبيلات، ها هي لازم نحط كل شيء كيف كيف، كاع الجهات كيف كيف، بصح ما نضغطش عليها، غير بشويه بشويه نحطها. اذا كانت شويه نحلهم هكا، دقيق يكون كل شيء كيف كيف. انا نبغي نخدم في الليل هكا ندي راحتي مع برد الحال، فوالا غادي نبدا ندير كيما هكا. وكما لاحظتوا العجينه التاليه قبل ما نحط الكوكاو تاعي ما درت لهاش الدهان، هي غادي نخليها كيما هكا. نعاود نحل 6 عجينات تاوعي، العجينه الاولى نحلها ونبلع بها الحشو وندير لها الدهان حتى الطبقه السادسه والاخيره، راكم تشوفوا فوالا راهي مقاده الطبقه الاخيره، ان شاء الله ما نديرلهاش الدهان ونتلاقى. باغي نحط العجينه الاولى اللي من الفوق، راح غير بالمغرف هكا باش نكون سيغ بلي كلشي راه كيف كيف، غير بالعقل ما نضغطش هكا، خاطش شفت بلي في الوسط راه شويه بزاف، ونحط العجينه الاولى تاع الطبقات 6 نحطها غير بالعقل عليها. راح نخدمها وكيما هكا كاع 6 طبقات هادو تاع الفوق ان شاء الله حتى نكملو. وهذه الطبقه الاولى طبعا حنا نسقدها من هنا باش تطلع لي الفوق، وندير لها الدهان تاعي. راح ندير الطبقه الاولى بعد ما سرحتها مليح راح ندير لها هاد الخليط تاع السمن، لازم نكونوا نحطوا بكميه يعني ماشي غير شويه، ولا كاع الا كمل لي هذا راح نزيد نعاود ندوب الدهان والسمن باش نكون سيغ بلي حطيت الكميه اللازمه في البقلاوه، ما حليتهاش بالماشينه، بغيت نحلها بالوراق الطريقه التقليديه
لا لازم نكتر، مشيها مليح مليح ان شاء الله. راح نكمل 6 طبقات نعاود نطلق. كملت 6 طبقات التوعي تاع اللي فوق الحشو والحمد لله، والطبقه الاخيره ما نديرولها والو. لازم قبل ما نقطعوا العجينه تاعنا لازم قبل نرسمه، وراه عندي انايا فيلم اليمونتير درت ما بين خط والخط 4 سنتيمتر باش يجوني كاع الحبات كيف كيف. راح قبل نسطرو بالطول ما نقطعوش غير نرسمه، نحط ان شاء الله راكم تشوفوا مليح، نحط مليح هذا الورقة تاعي. لازم نرسم مليح غير بشويه على العجينه تاعي، الخدمة تاعي من هوداش حتى لتحت غير نرسم، ومن بعد عاد باش نقطع. رايحه نروح بالطول كاع كيما هكا كاع العجينه تاعي، نبدا من الخط هذاك اللي رسمته. فوالا، وراح نتمشى كاع على الطول، من بعد ان شاء الله نتلاقاو كي نبغوا نديروا العرض. اللي كملت الخطوط الاولين وغير نرسمو، نعاود لكم ونأكد لكم غير نرسمو قبل ما نقطعو. دوك راني قلبت الصني وراح ندير نفس العمليه غير بالعقل، نرسمو يعني نديروا الخط غير في الطبقه الاولى تاع العجينه تاعنا. نعاودو نبدو بهذا الباكي تاعنا تاع الفيلم اليمونتير، نبدو بالخط اللي رسمناه نعاودو نحطوه ونرسمو باش كاع الحبات يجونا كيف كيف ان شاء الله. فوالا، كي نكمل الخطوط عاد باش نشعل الكوشه، وتماك نبدا نقطع مليح مليح البقلاوه تاعي. لازم اللي يطيب على نار متوسطه، راحش ياخذ لي وقت بزاف 45 دقيقه، ونقعدو حداها نعسوها خاطرش رانا مرقين لاباط تاعنا راهي رقيقه قبل بزاف. اللي قلنا نعس الكوشه تاعي ما نغفلش عليها، راح نكمل ان شاء الله ونديروا الكاوكاو فوق البقلاوه وندخلوها الطيب. راني كملت التقطاع، قطعت بخدمي كبير هكا، ونقعدوا نتمشوا به غير بالعقل غير بالعقل بالعقل هكا كيما هكا، ما نفوتوش على ضربه واحده. اللي قلنا غير بالعقل نسعفوا العجينه تاعنا، نشدوها بصبعنا باش ما تعاودش تطلع. دروك راح نحط في كل حبه بقلاوه، راح نحط حبه كوكاو. شفتوا كيفاش سطرتها بهذاك الكرتون تاع الفيلم اليمونتير، جاتني كل حبه قد اختها باش هكا نعرف الحبه تاع البقلاوه ما تجيش وحده كبيره وحده صغيره. كي نكمل ان شاء الله الكوكاو تاعي راح نقلع كاع الحواف، نطلوها مليح مليح بالدهان والسمن، وندخلوها للفرن اللي جعلته على نار متوسطه. ان شاء الله طيب لي على غردها ما نتسرعوش عليها. ولاستيس تاعنا تاع البقلاوه كي تكون طيب كل خطره ندوروها. دروك راهي طيب على هاد الجهه، نعاود نقلبها على هاد الجهه، نعاود نقلبها على هاد الجهه، ونعاود نقلبها على هاد الجهه. هاد العمليه نكررها 3 مرات أو 4 باش نعرف باللي كاع الجهات غادي يتحمروا لي، ماشي جهه غادي تقعد لي بيضه وجهه تحمر لي وجهه ما تكونش كاع طايبه. هذه هي لاستيس تاع الطياب تاع البقلاوه، ان شاء الله غير طيب لنا مليح. راح نطليها مليح مليح بالزبده وندخلها طيب ان شاء الله. قبلها غادي نكمل الكوكا ونقلعوا الحواف. خرجتها من الفرن تاعي، دات لي من الوقت ساعة على نار متوسطة، حطيتها في الوسط وقعدت ندور فيها كل 10 دقائق ندور فيها. كيما قلت لكم دورتها واحد 6 مرات السني تاعي، كل خطرة على جهة يطيب على بها راه طابلي من كل جوانب
مليح وحمر لي مليح. دروك على السني حامي وعلى البقلاوه حاميه راح نحطوا 2 كيلو تاع عسل كيما حطينا 2 كيلو تاع الفرينه و2 كيلو تاع الكوكاو، ونحطوا نفس الكميه ثاني. بسم الله. غادي نخليها ليله كامله. هي البقلاوه ما تقطعش حتى تفوت 24 ساعه. غادي نخليها ليله كامله ان شاء الله. من بعد نحط لكم صور كي نقطعها. غادي تثبت كاع الليله كيما هكا، غادي ما غادي لا نغطيها لا والو، غادي تبات كيما هكا. وان شاء الله تكون الوصفه عجبتكم. غير فاتت مده قريب 30 دقيقه ملي حطيت العسل تاعي، غير باش تشوفوا لابغيونس كي بدات تبان. راهي مازال يشرب العسل ان شاء الله، ونقسمها حتى الغدوه. بغيت لكم تشوفوا الشكل الاخير تاعها. واذا عجبتكم الوصفه ان شاء الله قولوها لي في التعليقات، وان شاء الله تسيوها وتجربوها، والله يدوم الافراح في كل البيوت يا ربي ان شاء الله. ولا راكم تزوروا للمره الاولى القناه تاعي، ان شاء الله تشجعوني باشتراككم في القناه، وتفعلوا الجرس وتخلوا لي تعاليق. ربما كاين دي غوسيت راكم باغين ان شاء الله تشوفوها في هذه القناه. ما بقى لي غير نقول لكم ليله سعيده، والسلام عليكم.